اليوم راح نشوفوا الدرس 20 مجسمات وخاصيتها. كنشوفوا هنا في الصوره اللي قدامنا عندنا ثلاثه صور، كره، صوره للكره، والصوره الثانيه في الوسط المخروطي ما يسمى بالمخروطي، والاسطوانه في الاخير اللي هي الازرق ملونه بالازرق. اذا الخصائص اللي كتميز هذه المجسمات هذه ثلاثه بهم اللي كنشوفوا هي انها مجسمات قابله للتدحرج. ما معنى قابله للتدحرج؟ يعني انه الى يعني دحرجتيها كركبتيها يعني كتكركب بحال اللي كنقولوا حنا بالدارجه تتدحرج. ها تتدحرج، هذه هي الخاصيه ديال هذه المجسمات اللي كنشوفوا حنا قدامنا ثلاثه بهم، الكره والمخروطي والاسطوانه. قبل ما نمروا المجسمات اخرى ونشوفوا عاود الخصائص ديالها، قبل ما ندوزوا للنشاط الاول اللي في الدرس ديال اليوم درس 20 المجسمات وخصائصها. الان تنشوفوا هنايا عندنا المكعب اللي هو ملون بالاخضر، هو الاول على اليمين. من بعد كيجينا الهرم، ما يسمى بالهرم، ثم الرباعي الوجوه. رباعي الوجوه يعني عندنا اربعه وجوه، قاعده مثلثه والوجوه ثلاثة مثلثة، إذن يسمى برباعي الوجوه. ثم متوازي المستطيلات، هو اللي في اليسار في أقصى اليسار، متوازي المستطيلات. إذن هذه المجسمات هي غير قابلة للتدحرج، يعني ماشي في حل الكرة وفي حل المخروط وفي حل الأسطوانة اللي هي قابلة، هذه مجسمات غير قابلة للتدحرج. الا انها قابله للانزلاق، يعني تقدر تزلق على احد وجوهها، طلعتي على واحد الوجه كتمشي لا تنزلق الاشكال الاخرى اللي شفنا في الاول. اذا هذه المجسمات اللي هي المكعب والهرم والرباعي ورباعي وجوه متوازي مستطيلات هي غير قابله للتحرش، الا انها قابله للانزلاق على احد وجوهها التي هي وجوه مسطحه. طبعا إذا الدرس ديال اليوم الآن تنشوفو المكعب والهرم ورباعي الوجوه متوازي المستطيلات، هذه مجسمات غير قابلة للتدحرج، يعني عكس الأخرى اللي شفنا الدبعات اللي شفنا قبيلة، يعني هذيك قابلة للتدحرج. أما هذه المكعب اللي هو على اليمين بالأخضر، والهرم والرباعي الوجوه، هذه كلها مجسمات غير قابلة للتدحرج، يمكنش تكركبها وتمشي بحال الأسطوانة، إلا أنها قابلة للانزلاق، يعني دفعات تقدر تمشي على واحد الوجه، لأن الوجوه اعتبر واحد الوجه ديالها يعني مسطح، لهذا هي قابلة للانزلاق على أحد وجوهها التي هي وجوه مسطحة. الان في الحصه الاولى اللي عندنا في الدرس 20 ديال المجسمات والخاصيات ديالها، يعني اللي في صفحه 388 كما كتشوفوا في الصوره قدامكم، هذا هو التمرين واحد اللي عندنا في الحصه الاولى، اكتشف واتمرن. اذا املا بما يناسب، عندنا هنا مجموعه المجسمات 1 2 3 4 5 6 7 8 9، مجموعه المجسمات خصني نملا البطاقات. اولا عندي مجسمات تتدحرج فقط، اللي كانت فقط تتدحرج كنكتب الرقم ديالها تما اللي بالاحمر. مجسمه تنزلق فقط، الا كانت فقط تنزلق اذا هي المربع اللي بالازرق كندير الرقم ديالها تما. ثم مجسمات تنزلق وتتدحرج بجوج، يعني قد تنزلق وقد تتدحرج بجوج بهم، اذا كندير الرقم ديالها تمايا في اللي هي اللون ديالها، يعني بحال اللي التشيني. واللون الاخر الاخير مجسمات يرتب بعضها على بعض، يعني يمكن لي نوضع وحده فوق وحده، ها يرتبوا بعضها على بعض، يعني يمكن لي نوضع وحده فوق وحده ماشي مشكل، تما هذيك انا نديروها بوحديتها. اذا هذا هو التمرين الاولاني اللي عندنا في الكراسه، الاول الكراسه هو هذا اللي غادي نديرو. اذا نرتبوا المجسمات على حساب الخاصيات ديالها، هما عطاونا هنايا الاولاني عطاونا اربعه ديال الخصائص، الاولى كتتدحرج فقط، والثانيه تنزلق فقط، والثالثه تنزلق وتتدحرج معا، والاخيره الخاصيه الاخيره ديال المجسمات هي
يرتبوا بعضها على بعض. يلا الله. بالنسبة للنشاط الثاني عندنا النشر ديال المكعب اللي هو على اليمين الأصفر، وعندنا النشر ديال المتوازي المستطيل. إذا نحاولوا أننا ناخدو واحد العلبة، واحد يختار اللي بغا. بغيتي تاخد مكعب، شوفوا علبة على شكل مكعب اللي هي بالبرتقالي، عفوا اللون ماشي برتقالي بحال بنفسجي، والمستطيل والمتوازي المستطيل هو اللي فيه الصفر والاحمر. اذا بغيتي تشوف واحد العلبه على شكل مكعب وتقطعها على حسب الحروف المقص، تحدقها على حسب الحروف المقص باش يكون عندنا واحد النشر ديال المكعب. هذا النشر بالنسبه للنشر الثاني، يعني كل واحد يختار اللي يبغى. بغيتي تشوف علبه على شكل مكعب، الوجوه كلها كتكون مربعه، مكعب يعني خصو يكون الوجوه كلها تكون مربعه بحال اللي كتشوفوا هنايا في هذا النشر المكعب، هي مكتوبه السميه ديالو. بغيتي تشوف علبه على شكل متوازي المستطيلات، ما كاين حتى شي مشكل، عاوتاني تاخذ تشوف شي علبه على شكل متوازي المستطيلات، يعني الوجوه كلها مستطيله، وتحدقها بالمقص تقطعها يعني على حسب الحروف بحال اللي كتشوف هنايا في النشر. اذا ودير لها النشر ديالها تنشرها طبعا، وتصورها لنا ديك الساعه تصيفط لنا باش نشوفوها، نعرفوا بانك راك عرفتي يعني تقص ديك الحروف وتاخذ ديك العلبه تنشرها، دير لها واحد النشر. نعم. النشاط الثالث اللي عندنا دابا، النشاط الثالث هو هانتوما كتشوفوا النشر المكعب ياك، حيت المكعب راه عنده بزاف ديال الاشكال، الا جينا نشرناه راه عنده شي 11. انا اخترت دابا مختلف على المره اللي فاتت اللي شفنا، هذا نشر اخر. اذا ترسم هذا النشر هذا في واحد الورقه، وخاصه الا كانت شويه ديال الكرتون باش تساعدك انك ملي تبغي تجمعها هذه. اذا ترسم هذا الرسم هذا، كتشوف هنايا 1 2 3 4 5 6 المربعات يكونوا قد بعضياتهم، يكون شي واحد كبر من الاخر، 6 المربعات بهذا الشكل هذا. الا رسمتيهم في واحد الكرتونه ديال الدفتر ولا شي حاجه هكا تكون قاصحه شويه، ملي ترسمها بهذا الشكل هذا تصبرها وتعدلها عباره عن مكعب، يعني تصنع منا واحد مكعب. ملي تصنعو وتسالي عاد تصور لنا المكعب عاوتاني وتصيفطو لنا باش نعرفوك بانك راه انت استطعتي يعني تعدل واحد المكعب. تصاوب يلا الله يعاون مرضي. الحصة الأولى أكتشف وأتمرن، أملأ بما يناسب. إذا عندي هنا مجموعة المجسمات، مجموعة المجسمات والمخروط والأسطوانة، هذه مجسمات قابلة للتدحرج، نقول هذه مجسمات قابلة للتدحرج. يعني إذا بالنسبة للحصة الأولى، بالنسبة للحصة الأولى أكتشف وأتمرن، أولا أملأ بما يناسب. عندنا مجموعة المجسمات فيهم أسطوانة، فيهم متوازي مستطيلات، فيهم الموشور، فيهم الهرم إلى آخره. إذا المطلوب منا حنا هنايا غنبداو أولا مجسمات تتدحرج فقط، اللي هي يعني كتدحرج هي كتكركب، غدير لها الرقم ديالها، يعني هما مرقمين من 1 حتى 9. إذا غدير الأرقام ديال المجسمات اللي هي تتدحرج فقط، ثم تزرق المربع اللي عندنا زرق، غدير فيه المجسمات اللي هي تنزلق فقط، غير تنزلق لا تتدحرج، تنزلق. ثم ندوزو اللون الثالث، مجسمات تنزلق وتتدحرج، يعني بجوج، قد تنزلق وقد تتدحرج، الحالتين بجوج بهم. ما عدي الرقم ديال المجسمات التي تتدحرج وتنزلق. أخيرا المجسمات يرتب بعضها على بعض، يعني يمكن لك توضع واحد فوق واحد، هذيك بوحديتها تمايا، غدير الأرقام ديالها. صافي؟ يلا الله يعاون المرضيين. بالنسبة للنشاط الثاني اللي عندنا في الدرس ديال اليوم، درس 20 المجسمات والخاصيات ديالها. إذا النشاط الثاني أنا دابا كتشوفوا هنا قدامكم نشر مكعب، الوجوه ديالو كلها مربعة، هذاكوا نشر ديال المكعب، 6 وجوه، الوجوه كلها على شكل مربع. وعندنا النشر المستطيل، النشر ديال المستطيل قد تكون الوجوه كلها على شكل مستطيل، وقد تكون وجوه مستطيلة ومربعة. إذا عندنا جوج نشر، تاخذ أنت واحد العلبة، شوف شي علبة اللي هي على شكل مكعب، أو علبة على شكل متوازي المستطيلات، وتحدقها بالمقص باش تفتحها، تولي مفتوحة على هاد الشكل اللي كتشوف قدامك هنايا، إما تكون على شكل مكعب ولا على شكل متوازي المستطيلات، اختار اللي بغيتي اللي عجبتك، حاول تشوف شي علبة،
وقطعها على حسب الحروف ديالها باش تجي محدقه وتجي وتفتحها تجي منشوره، وصورها لنا وصيفتها لنا باش نعرفوك بانك انت عرفتي تشوف المكعب وتقصه وتحدقه وتنشره على شكل يعني نشرتي المكعب او نشرتي مزاولة المستطيل عرفتي تنشره. بالنسبه للنشاط الثالث في الدرس ديال اليوم اللي عندنا المجسمات والخاصيات ديالو، اذا غندوزو لمرحله التطبيق. عندنا نشاط المكعب هو قدامنا كنشوفو دابا في الصفر، ها سته ديال المربعات يعني قد بعضياتهم، لان الوجوه ديال المكعب كتكون مربعه، ها سته وجوه قد بعضياتها. والنشر ديال المكعب كيختلف، يعني كاينه بزاف ديال الاشكال، تقريبا شي 11 كاينه ديال النشر المكعب. حنا خدينا دابا هذا النشر، هذا غيرنا على اللي شفنا قبيله. يسفي انك خصك ترسمه في واحد الورق، ورق ماشي ورقه، يعني تكون الاحسن تكون كرتوني، شي حاجه الكرتون، باش ملي كتجي تجمعو تعملو عباره عن كرتونه، يعني تجيك صندوقه صغيره تجي مزيانه. اذا ترسم سته ديال المربعات بهذا الشكل هذا اللي كتشوف دابا هنايا، وتجمعو وتجمعو وتحاول تلصقو شي شويه بالسكوتش هذه باش كتجي مكعب. اذا انا عطينا هنا عطيتكم النشر ديال المكعب، وانتم غتحاولوا تصاوبوه ترسموه في الكرتونه وتعدلوه وتصغبوه وترجعوا تجعلوه يعني عباره عن مكعب، وصوروه وصيفطوه لنا باش نعرفك انك انت استطعتي يعني تصاوب مكعب. صافي يلا، هذه هي الحصه اليوم انتهت. صافي كان عندنا فيها يلا التمرين رقم واحد وحبس. اذا دار الحصه الثانيه، ندوزو للتمرين رقم الثاني الى اخره. دابا اليوم حدنا الحصه الاولى وهاد الانشطه اللي شفناها دابا.